بسم الله الرحمن الرحيم. عطني ايدك ايه زين مسكها لي. يلا ترى حار ها تبقى. فار؟ لا لا حار حار هذا حلجك هني. بسم الله زين بسم الله. يوم تحيم تكفى والحل مع حالة ابوك. ايش تبيني اسوي يا امي؟ ما خليت لا مستوصف ولا مستشفى ولا طبيب شعبي، كل ما جيت لهم قالوا مرض الخرف والزهايمر ما له علاج ولا اكتشفوا له شيء لحد الان. شنو ما له علاج؟ هو مو مرض مستعصى عشان ما له علاج. يا يما انت لو تدري البارحه حاله ابوك شلون صارت. انا سهرانه وعاطه طول الليل اشوفها شكل مرا لا عيون لا كحله لا شيء، تعبانه معها. البارحه ما حطيت له الاكل وهو قاعد يلط يلط بغى يموت علي من التخمه، نسى انه هو شبعان. كان اقوم ارفع عنه الاكل. اي لو خليته قدامه كان الحين صار بربر. يعني ما يما هو معروف عن ابوي ما شاء الله يجي العدل بعير كامل ياكله من ولا اكيد يمه. كان الحين المشكله ما هي في دي، المشكله ان الحين نعلم ان اخته ساره ماتت ولا ما نعلمها، ولا نسكت ها ونشوف بعدين يكتشف ولا ما يكتشف، ولا ايش اسوي له يمه انا؟ والله ما ادري عنك يا يمه، خاف تقول يطيح ويطب من طوله يروح علي. لا يا يمه ترمل عقب. سم بسم الله وقول له يعني هدي وتبسط. طيب الكلام معي انت ركزي معي ها، ركزي معي في مخارج الحروف وفي كلامي اللي راح اقوله له. يلا يلا خليك على اشاره. نعم بسم الله بسم الله بسم الله. يبقى الله يطول عمرك ويخليك لنا ان شاء الله. متى اخر مره شفت المرحومه اختك ساره؟ فاره فاره شكل يوم بيقلب قطو ذا، تلقينا عري تحت الكنبات ترى. الحين ترى في مخه قطو صغير وحنا في ران، والله يستر. لا لا يبا مو فاره، اختك ساره، اختك ساره الله يرحمها، عمتي ساره. ساره اي ساره اي عرف 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 يا حبيبي. ساره ساره سارة حبيبي. اي سارة في زبال وابطل ما شفت. اه بتبطى عظمي يابا لانها ماتت الله يرحمها ماتت. صبرك صبرك يابا ترى ما انا ما نكت. عمتي سارة الله يرحمها ترى دفنوها من اسبوعين يعني، بس ما حبينا يعني نصدمك بالخبر قلنا ناخر شوي. انت قلت له ماتت قام يضحك. انا من رايي تقول له نكته علشان يعني يبكي، لان دائما اللي عنده مرض زهايمر تصير رده الفعل عكسيه. اي فعلا عشان برستيج. اي برستيج حتى الاطباء يقول لك اي يعني ذول حقين الخرف حق الزهايمر عندهم رده الفعل تكون عكسيه. تعال نجرب مره ثانيه. تعال مساء الخير ابو تحيم. اهلين مرحبتين كيفكم؟ من الاخوان ما يعرفون؟ ما بيعرفون، قلب شبيح الحبيب ما اعترف ما شاء الله عليه. ترى هو يعني عنده لغات كثيره. ترى على فكره ترى هو وضع الان ترى ممكن في اي لحظه يرجع ابو دحيم اللي نعرفه ما عنده اي مشكله. صدق؟ حاول. لان انت تعرف مريض الزهايمر يعني النسيان يبدا عنده بالتدريج يعني عقب تنمحي الذاكره. بس حاول ترى التعب من الشيطان ما فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. دحيم ابو دحيم اوكي ناسك فاره؟ لا كانت بتدخل الفاره في اذنك بس انا سكيتها قبل ما تدخل. يبا ما شاء الله تبارك الله عند اللي يدق الباب. خل اروح اشوف موتش. بسم الله خليها يقرا عليك. بسم الله